لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. قلنا الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، والدين تطبيق الدين تطبيق الإيمان كمان أكيد بينهي عن الفحشاء والمنكر، وبيخلينا إحنا نصير أحسن ومتصفين بصفات الله. قدر المستطاع بنحاول نظبط من نفسنا. قلنا أكبر مشروع وأعظم وأحلى وأبهى وأول وآخر إنه نحصل على حب الله ورضاه. كيف؟ إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى. حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم تفضل إنه أهم شيء النية تكون كويسة، الهدف يكون كويس، هدفنا يكون إحنا نخدم نفسنا ونخدم أهلنا ونخدم جيراننا ونخدم الناس. وأكيد أكبر حب وأكبر مشروع وأكبر أولوية نحصل على حب الله ورضاه. كمان ربنا بالقرآن الكريم سهلها علينا وبكل الأديان، هي كل الأديان نفس الفكرة، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المتطهرين، إن الله يحب الصابرين. لما إحنا نقدر نحسن، فينا عنا قدرة نحسن، نحسن بالوقت، نحسن بالإحسان، نحسن بالصبر، نحسن بالوقت، نحسن بالدعاء، نحسن بأي شيء ممكن نحسنه نقدر نحسن. نحسن لجميع العوالم، عالم الإنسان اللي ربنا شرفه أحسن المخلوقات ونفخ فينا من روحه. نحسن لعالم الجماد اللي هو أدنى مراتب الوجود، اللي هو قلنا الوطن، الحدائق العامة، الحديد، الخشب، السيارات، نحسن لهذول كمان. ونحسن لعالم النبات، للأشجار والنباتات، نحسن لعالم الحيوانات والبسس وتكرموا الكلاب، ونحسن لجميع الناس اللي فينا، نحسن للناس اللي عادونا، للأهل اللي مش كويسين معانا، للأهل الكويسين معانا، للجيران الكويسين معانا، للجيران اللي مش كويسين معانا، قدر المستطاع اللي فيه يحسن يحسن. يعني المؤمن القوي المنفق أكيد أفضل من المؤمن الضعيف الغير منفق. وأهم شيء نكون إحنا مؤمنين، لأنه إذا إحنا كنا مؤمنين ربنا هناك عملنا جنة لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر بال أحد. كل الحياة اللي إحنا عم نسويها هاي كلها وسيلة للغاية اللي هي نحصل لحب الله ورضاه. كلنا بعد فترة، بعد 300 سنة، كل عوائلنا مش موجودين بما فيهم أولادنا وأحفادنا، كلنا إن شاء الله بالجنة، وما حيفيدنا إلا التقوى. أكيد لازم نتميز بكل شيء، بس أهم شيء نتميز بمحبتنا لله اللي هي بتخلي نحب كل الناس. دعاء قلنا الدعاء واحد من أنواع الإحسان، نحسن للناس الله يشفيهم من جميع الأمراض، أمراض النفسية، أمراض القلوب. ندعي للناس اللي ميتين الله يرقيهم أعلى جنات الخلد والفردوس، أولهم والدي محمد مهدي يوسف وجميع الناس. قلنا الدعاء بغير القدر، الدعاء نوع من الإحسان، الدعاء بيصير إحنا ربنا بيحبنا أكثر. يا إلهي هذا عبدك وابن عبدك الذي آمن بك وبآياتك وتوجه إليك منقطعا عما سواك، إنك أنت أرحم الراحمين. أسألك يا غفار الذنوب وستار العيوب بأن تعمل به ما ينبغي للسماء جودك وبحر أفضالك، وتدخله في جوار رحمتك الكبرى التي سبقت الأرض والسماء. لا إله إلا أنت الغفور الكريم. يا إلهي اسمك شفائي وذكرك دوائي وقربك رجائي وحبك مؤنسي ورحمتك طبيبي ومعيني في الدنيا والآخرة، وأنك أنت المعطي العليم الحكيم.